لمحات سريعة في هذا العصر. كم في هذا العصر من نساء صالحات، قانتات تائبات، عابدات مصليات صائمات. سمعنا بنساء قد حفظن القرآن كله، وبنساء قد قرأن الصحاح من الكتب، وبنساء طالبات للعلم وأخريات داعيات لله عز وجل. وسمعنا بنساء قد أصلح الله بهن بيوتا كاملة. هذه امرأة قد تزوجت رجلا فكان عقيما، صبرت معه، لم تطلب منه الطلاق، رجل عقيم ما ينجب، حتى كبر في السن وعجزت وشاب زوجها فعمي بصره. تعرف لماذا تفعل في هذا العصر؟ هذه المرأة كانت تقوم كل ليل مع زوجها، تقوم الليل كل ليلة، تقوم الليل مع زوجها الأعمى، فإذا اقترب الفجر تأخذ بيد زوجها وتسوقه إلى المسجد توصله للصلاة.